مؤتمر القصيم القدم السكرية المقام في المركز الثقافي ببريدة، مؤتمر يعتبر سلسلة من سلسلة نجاحات مركز الشيخ فهد العويضة للقدم السكرية بدعم ورعاية من التجمع الصحي القصيم بقيادة الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان الشايع. المؤتمر يشمل محاضرات مكثفة ومتنوعة تهدف جميع التخصصات التي لها علاقة بالقدم السكرية، وفي اليوم الثاني حيكون عبارة عن ورش عمل مكثفة كذلك لتدريب الممارسين الصحيين من أطباء وتمريض وأخصائيين لمعرفة التعامل مع القدم السكرية ومشاكلها. كل الشكر للتجمع وكل الشكر لمركز السكر والغدة الصماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورش العمل الموجودة في مؤتمر القصيم الأول للقدم السكرية ممتازة جداً، تقدر تخلي كل الناس اللي معانا في المؤتمر هذا يكون يدهم بيدنا على كل الحاجات، ونعطيهم خلاصة الخبرات من اللي احنا بنشوفه من المرضى في كيف حالاتنا في المستشفيات، ايش في حاجات تكون ما هي مذكورة اصلا عادة في الكتيبات مع بعض المنتجات اللي موجودة في السوق بشكل عام لمنتجات الجروح والقدم السكري. مؤتمر بصراحة مستوى عالمي، محاضرات مستواها عالمي. أشكر المنظمين على الشيء الرائع اللي بنقدمه في بلدنا. مؤتمر زي هذا يقدم في أوروبا، يقدم في أمريكا، ولكن الآن بفضل الله في وجود استشاريين سعوديين مدربين على أعلى المستويات العالمية وأفضل كمان، حقول شيء رائع جدا. إحنا بنتكلم على 4 مليون لديه سكري في المملكة، 2 مليون عندهم اعتلال في الأعصاب الطرفية، 600,000 تقرح. الموضوع مو هو سهل، ربي يقدرنا إن شاء الله على خدمتهم جميعا. ضيوفنا الأكارم، حفلنا الكريم، نواب الرئيس، مدراء المستشفيات، المتحدثين الكرام، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يقام المؤتمر على مدى يومين، يشمل محاضرات متنوعة عن آخر التطورات والتحديات في علاج القدم السكرية، وكذلك 4 ورش عمل لتدريب الممارسين الصحيين على كيفية التعامل مع القدم السكرية ومشاكلها. السلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حالتم أهلا ووطنكم مستحيل، نقول لكم هلا وسهلا. بإذن الله المشاركة اللي قدمناها هي عبارة عن محاضرات وعبارة عن مشاركة في ورش العمل. كان المؤتمر مقدم بطريقة شوية مختلفة، ورش العمل والنقاشات المفتوحة كانت أكثر من ذلك، لأنه القدم السكرية ما هي مادة تدرس علميا فقط، هي مادة فيها شوية من الفن والنقاش والطري أبيض أسود. فمن أوائل المؤتمرات اللي أحضرها كان النقاش فيها مستوى عالي جدا، ما كان فيه بس واحد قاعد يبكي محاضرة بدين يسمع. معظم اللي قدموا أوراق كانت أوراق نقاشية. غير أنه حاب أقول بفضل الله المادة اللي تقدمت والنقاشات اللي صارت على أعلى المستويات العالمية، إحنا الآن عندنا في مملكتنا الحبيبة السعوديين استشاريين أصلاً إحنا متعلمين برا. فكثير يجوا ناس يقولوا طب اسافر برا عشان اتعالج من القدم السكري، اقول لهم ابدا، بفضل الله ما في حاجه موجوده في اي دوله خارج المملكه ما هي موجوده عندنا، ما في استشاري على الاقل اتكلم في مجالنا باذن الله في كل المجالات في العالم
يكون افضل او عنده هوايه.